فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ ثم يقول: وكيف الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في العصر الحالي؟ الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الحالي وإلى يوم القيامة، الرد إلى سنته، الرد إلى سنة الرسول من الأحاديث الصحيحة. وأما قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هناك أشياء عامة للأمة أو لأهل البلد عامة لهم من ما يكرهونه من الخوف أو من تسلط العدو، هذا ما يسند إلى العوام، يسند إلى أهل العلم وإلى أهل الرأي من الأمراء والعلماء اللي يحلون المشاكل ولا يهرجون به الناس في المجالس، وإنما يرفع إلى العلماء، إلى الرسول في حياته وإلى أهل العلم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر من الذين يعالجون أمور السياسة ويعرفونها. نعم.